كانت حاضرة وبقوة ودائما، لكن فجأة لم تعد هالة سرحان متواجدة بتلك الوفرة. إيش أسرارها وليش تغيبت وهل هي أصلا غائبة أو لا؟ كثير أسئلة نحن اليوم في ضيافتها عشان نتعرف فينها وإيش بتعمل. 10 سنوات قبل ما تكوني مثل أنا أول مرة بتدربي، سويتي إيش كنتي بتعملي طوال هذه الفترة اللي فاتت؟ لا مش 10 سنوات، أنا لغاية يعني من لغاية سنة 16 أو 17 كنت بشتغل، اشتغلت بقى، بقيت أعمل رمضان، بقيت أعمل 30 يوم رمضان سهرات في الليل بقى قبل السحور والناس بقى تسهر معايا، برنامج منوعات كبير، عملت 5 نجوم وعملت آن الأوان. على مدار كم سنة؟ على مدار سنين كذا سنة، حوالي 5 6 سنين. أنا ركزت في التعلم، أنا تدرس بحضر، لا مش بدرس، أنا بحضر كل المؤتمرات والمنتديات الإعلامية والثقافية والذكاء الاصطناعي، عندي اهتمام شديد بالثورة الرقمية. حاجة إنك ترجع تعملي حاجة قوية مرة. والله أنا بقول إنه لا يأتي أي إعلامي من فراغ، يعني أنا ما زلت زي ما أنا بالظبط كأني على الهوا، يعني أنا قاعدة بقول الموضوع ده موضوع كويس قوي، ده ممكن يتعمل بالطريقة الفلانية، أروح مكلمة زميلة. أنا في الحياة يعني لا تعني بالنسبة لي الصور والشهرة والحاجات دي، أنا أهتم بالإنسان أكتر. لما تركتي موضوع برامج التوك شو هذه اللي على طول بشوفها كل أسبوع طوال الوقت، شوية شوية فعلياً ما صار في مذيعين، وصار اللي بيقدم البرامج دي فنانين. طبعاً يمكن أنتي إحساسك أنه أنا بدي مذيعة، فلما صارت مذيعة اللي حتقابلني أوكي حد عم نوع ده من البرامج. إيش رأيك في دائرة الفنانين؟ ما صار في مذيعين، كل اللي بيقدم فنانين. لا هو في الحقيقة عشان ما نظلمش الفنانين، الفنانين بقوا مذيعين والمذيعين بقوا ممثلين. أيوة. يعني الاثنين بيخشوا المناطق بتاعت بعض. بصي هقولك حاجة، هو لازم يكون للمذيع، وانت مذيع لازم يكون عنده الخلفية الصحفية الثقافية، ازاي يطرح سؤال، ازاي يشوف الغير عادي في الشيء العادي. المهنة عايزة تركيز، يعني الفنان الممثل أو الفنان اللي يمتهن التمثيل والدراما والحياة دي ما بتدهوش التركيز الكامل إنه يكون صحفي. هترجعي عشان أرجع ونص؟ أنا طبعاً تعملي برنامج أسبوعي مثلاً حواري. أرجع ونص، يعني أرجع ونص، بس أرجع أعمل حاجة، لأن أنا لو رجعت رافية سهى أنا لازم هعمل حاجة مختلفة، أنا لا أكرر نفس. أعمل بقى برنامج مهم جداً اسمه كده، مهم جدا. ايوه ان شاء الله. شكرا لك، نورتينا ساعتين، انا مبسوطه اني شفتك التقت فيك. انا كمان يا حبيبتي. شكرا جزيلا يا حبيبتي. الله يخليك، اهلا وسهلا. شكرا لكم.